هوية بريس. تم استكمال الاستماع لباقي المصرحين والشهود، مازال تقريبا واحد 30 ديال المصرحين. كان هناك تضارب في الاقوال، كاين تناقضات، المحكمه رجعت داكشي في محاضر ديال الجلسات، وتاخرت قرارات تاخير 13 9 اخذا بعين الاعتبار العطله القضائيه. الوضعيه الصحيه ديال المتهم دائما كتكون سبب، لانه كيجي لواحد الوقت خصو ياخذ الدواء ديالو، الا ما كانش ما كيقدرش يكمل الجلسه، وكان هذا هو السبب ديال التاخير. كان استماع الشهود، حنا بالنسبه لنا كدفاع لقينا مجموعه ديال التناقضات اللي تسجلات في محاضر الجلسات، بل الاكثر كاين اللي قال لك انا ما عمرهم قراوا عليا البوليس المحضر، وما عمري عرفت شنو مكتوب في المحضر، وانا عيطوا لي وقعت ومشيت بحالي. هذا هو اللي كان خطير. هادشي غادي يكون موضوع مساءله فيما بعد ان شاء الله. نعم، كانت هذه الجلسه الثامنه واللي استمرت حوالي تقريبا 9 ساعات ونصف. تم الاستماع من خلالها الى مطالب الحق المدني، ثم بعدها الى مجموعه من الشهود، وتم توجيهها مجموعه من الاسئله من طرف السيد رئيس الجلسه. كذلك بدورنا وجهنا مجموعه من الاسئله من اجل الوصول الى الحقيقه، وكذلك اعطيت الكلمه للمتهم الاول السيد رشيد الفايق للتعقيب على هذه الشهادات ديال الشهود. المستجدات اللي كانت في الجلسه شي مستجدات جديدة؟ ما لا أظن أن هناك مستجدات اللي يمكننا نقولها يعني مؤثرة في الملف، على اعتبار أن الشهود ما جابوناش شي حاجة جديدة، بل أكثر من ذلك كان هناك مجموعة من الشهود اللي جاءوا حضروا الجلسة وتبين أن لهم لا علاقة لهم بهذا الموضوع ديال المتهم الأول السيد رشيد الفايق. هذه هي يعني أهم مستجدات ديال هذه الجلسة. الصورة الصحية؟ الوضع الصحي بطبيعة الحال هو لا زال وضعا متدهورا، وعلى هذا الأساس تم تأخير الجلسة بطلب من المتهم الذي أصر على تأخير الجلسة بعد 9 ساعات ونصف من حضور الجلسة. المحكمة بعد التداول استجابت لملتمس المتهم وتم تأخير الجلسة إلى 13 9 من هذه السنة. 13 9 يكون الملف جاهز ولا مازال مسرح؟ لا اظن، على اعتبار ان الشهود اللي باقيين ربما يتجاوز العدد 30 شاهد، ويستغرق الاستماع لكل شاهد ربما ساعه او ساعه وزياده، على اعتبار انه يتم توجيه له مجموعه من الاسئله من طرف الدفاع. كذلك السيد رئيس الجلسه هو بدوره كيوضع اسئله لهذا الشاهد. على الاعتبار كنظن ان الجلسه، حسب اعتقادي كنظن ان الجلسه المقبله غتكون غير كافيه باش يكون ملف جاهز للمرافعه.